ولكن زي ما قلت لك الطرف الوحيد اللي عمره ما بيستفاد هو الجمهور. الجمهور لا بيفرح بس الجمهور بيستفاد يفرح ويسقف والجمهور بيستفاد وخلاص. ان النهارده في رصيد لفرقته اللي بيحبها. معلش يا كابتن فتحي بس ماديا ومعنويا يعني الجمهور ده بيستفيد ايه اكتر من انه معنويا ان يروح بيته مبسوط؟ انما انا اسف والله ما اقصدش حاجه. الاعلام بيستفيد اللي هو احنا يعني بنستفيد. الاهلي بيكسب بطوله، الزمالك بيكسب بطوله، احنا شغالين عدد ساعاتها وانا بتكلم بكسفش يعني فتمام يعني وليه لا. والمدربين بيستفيدوا مجد واللعيبه وكل اللعيبه مجد وماديه الاداره بيستفادوا كله بيستفيد بصراحه. مش ضروري مجلس الاداره يستفاد ماديا، بيستفاد النهارده معنويا بيستفاد ويفضل قاعد في مكانه ويفضل بينجح ويكمل. الطرف الوحيد اللي عمره ما بيستفاد هو الجمهور معنويا مبسوط نمت مبسوط بس. الطرف الوحيد اللي يعني لا حول الله ولا قوه. انا بقى اكمل لك. انا عقبت عقاب شديد يعني اتكلمت مع المسؤولين حتى بعد المرونه. طب ما حاولتش توضح وجهه النظر؟ وضحتها. قلت لهم انا ما قلتش مؤامره. وضحتها لمين؟ وضحتها للمهندس محمود طاهر رئيس النادي تاني يوم على طول. قلت له انا اصرح بحاجه زي كده واللي كتب كده معلش مع احترامي ليه طبعا ده راجل يعني لا اخلاق ولا ضمير. لا اخلاق ولا ضمير ان يكتب حاجه على لساني ما اتقالتش. فانت حضرتك حاسس انه انت بتتعاقب بسبب بيتعاقب حاجة بسبب منشيت. بسبب منشيت ما بسبب منشيت وبتعاقب لحد دلوقتي في النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي اللي انا متربي فيه، النادي الاهلي اللي انا حياتي كلها جواه، النادي الاهلي ان انا اقدم من اي حد في النادي الاهلي بتعاقب عشان منشيت واحد كتبه. طب معلش انا اسف. حضرتك هتتعاقب على ايه؟ ما دلوقتي الجهاز الفني للفريق الاول مشكل وفي كابتن حسام البدري وحضرتك معترف ان كابتن حسام البدري ناجح جدا مع الفريق، يبقى حضرتك هتعاقب على ايه؟ هقول لك عقب على ايه؟ عقب ان انا النهارده ابن نادي الاهلي وكنت طول عمري يعني حتى اما كان بشتغل في الدرجه الاولى برجع لقطاع الشباب برجع برجع النهارده في داخل اجهزه النادي الاهلي. طب انا ظننت ان حضرتك ما كنتش تحبذ مثلا العوده مره اخرى لقطاعات الناشئين او انه حتى لو عرض او انك وصلت لدرجه بقى حتى لو عرض عليك لو عرض عليك وانت قلت لا انا هشتغل في الممتاز او بس يبقى النهارده في تكريم لفتح مبروك، ولكن التكريم لم يكن موجودا. وزي ما قلت لك العقاب لحد دلوقتي قائم. العقاب لحد دلوقتي قائم. واللي حيرك مفيش حد يديك قرار، مفيش حد يقول لك ده احنا مشيناه ليه او بعدناه ليه، مفيش حد. نفسي حد يطلع ويقول الكلام، نفسي حد يطلع ويقول يا جماعه الراجل ده عمل كذا كذا ومتهم في كذا كذا. طيب ومتهم في كذا وكذا وكذا عشان كده بعدناه عن النادي. بس الحمد لله انا بروح النادي بلعب تنس. الكوره ما فيهاش اتهامات. وانت حاجة جيت برضو بفرقة الكورة وانت كنت تلعب تنس. بلغوك بالقرار برضو فعلا ولا ده مش حقيقي؟ انا طول عمري بلعب تنس. لا بلغوا حضرتك انه ده حتى في واحد ده في برضو من المانشيتات اللي طلعت قال لك ان فتحي مبروك بيلعب تنس وفرقته مغلوبة. فتحي مبروك بيلعب تنس. طب ايه الجديد؟ يعني ايه الجديد؟ ما طول عمري بلعب يوميا بلعب تنس. يوميا بلعب. ايوه بس يعني هو كان يقصد ان حضرتك ساب التدريب مثلا لا بعد ماتش افريقيا رحت بعديها بيوم او يومين لعبت تنس. ايه الاجرام اللي فيها؟ ايه الاجرام؟ ايه الجريمه اللي فيها اللي ارتكبتها ان انا اروح العب تنس في النادي الاهلي؟ رياضه يعني. رياضه وطول عمري بمارسها. طول عمري بمارسها. ولكن صراحة. شوف زي ما قلت لك مفهوم النهارده الاثاره اللي يعني عشان مغلوب ما اقعد بقى في البيت يجي لي اكتئاب وحاله نفسيه وهو الكلام من ده. ليه ان اروح العب تنس؟ جدد شوف لا ما انا بقول لك شوف في بهوات يعني بيصطنع النهارده اثاره الناس واثاره النهارده عايز يعمل منشيت حلو قوي لنفسه النهارده عشان يسوق. النهارده يقول لك ده عامل منشيت حلو قوي النهارده فتحي مبروك بيلعب. طب ايه المشكله يعني ان انا العب تنس؟ ويعني لازم الواحد النهارده يخش تحت سريره ويقعد ويستخبى؟